السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. كورس جديد الالجوريزم، وده كده الحمد لله رب العالمين. لو الكورس ده خلص على خير وكملته يعني، دي الحاجة اللي كنت بفكر أعملها بقالي سنة بالظبط، إن إحنا يبقى فيه ريفرنس واحد للطلبة دي الكلية، للكورسين دول خصيصا او خصوصا يعني، اللي هم الداتا ستراكشرز والالجوريثم، اللي هم دول الاساس او هم دول الكور اللي موجودين عندك في الكليه، او ان هم هتحتاجهم في كل الحاجات اللي جايه بعد كده. هم فعلا حاجات اساسيه جدا لازم تكون عند اي طالب كمبيوتر ساينس بشكل عام. طيب، الحمد لله الداتا ستراكشرز خلصت على خير، والناس اللي ما عرفتش تعدي فيها هتعدي باذن الله. والموضوع ده اصلا بيحصل مع ناس كتير جدا، ومش انت لوحدك، وباذن الله خير والحاجات دي كلها. وانت عملت اللي عليك، او لو الناس ما عملتش اللي عليها فانت لسه عندك فرصة وكده وكل حاجة، فبإذن الله خير يعني. وزي ما انت شفتوا الحاجة ماهاش كلام عبقري، بس ممكن تكون ناس قصرت في الاول ما عرفتش تكمل، فمش مش هنضيع الوقت كتير في الكلام عن الداتا ستراكشر دي. بالنسبة بقى للالجوريزم، الالجوريزم ديت من اسهل المواد اللي موجودة عندك في الكلية السنة دي يعني. المادة فعلا مادة امتياز، هتحس وانت بتذاكر ان انت بتذاكر كده مادة سهلة جدا. الموضوع فعلا سلس جدا 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 يعني. غالبا انت هتشوف الفيديو ده لما يكون التسجيل قفل، فانت الحمد لله مش هتعرف تعمل ادروب، لكن لو التسجيل فاتح خش اعمل ادروب دلوقتي. هو طبعا مفيش الكلام ده، المادة تقيلة، من المواد اللي محتاجة تذاكر كتير جدا. في حاجات دلوقتي هقولها وانا بشرح بإذن الله مش هتقدر تعمل لها فيديوز، لسبب صغير جدا، ان هي محتاجة ورقة وقلم وكتابات كتير قوي يعني، محتاجة إنك تحل مسائل، فأكيد هيبقى صعب إن إحنا نشرح مسائل في فيديوز، ده موضوع صعب جدا. ممكن نبقى نشوف أو نقول الفكرة بشكل عام، أو نقول القانون بشكل عام، وأنت تحل مع نفسك أو أنت تشوف مع نفسك بعد كده. وهينزل شيتات، هينزل حاجات كتيرة جدا، فهتعرف تبراكتس كتير يعني. لكن أوعى تستهون بيها، ابدأها من أول خالص. المادة محتاجة مذاكرة شديدة ومن نار، دي من أكتر المواد المهمة وفي نفس الوقت التقيلة اللي موجودة عندك في الكلية السنة دي، أو في كل السنين بشكل عام يعني. المادة ديت لو ذاكرتها فعلا صح، ولو عندك كونسبت الالجوريزم أو عندك كونسبت الداتا ستراكشرز بشكل عام، خلاص أنت كده بقى عندك الفاونديشنز أو عندك الكور اللي تعرف تبني عليه أو تعرف تشتغل عليه بعد كده في أي لغة برمجة في الدنيا، أو تعرف تكتب بروجرامنج بشكل عام، أو يتقال عليك إنك راجل فعلا بتعرف تكتب كود. هي دي الفكرة. طيب، مش عايز بقى أطول في الإنترودكشن أكتر من كده، ندخل على طول في المحاضرة. دي المحاضرة الأولى. المحاضرة التانية اللي هي، أو ممكن نتكلم عليها بعدين، بس المحاضرة الأولى هنا هي محاضرة إنترودكشن، محاضرة بسيطة جدا جدا جدا، مفيش فيها حاجة خالص يعني. بس الحاجات المهمة قوي اللي ممكن أكون ما اتكتش عليها جدا في الداتا ستراكشرز الترم الأول هي الكتب. الريفرنس اللي مكتوبة في المحاضرة هنا الحقيقة، بعد يعني في خلال الفترة اللي فاتت ديت أنا كنت بذاكر الألجوريزم أصلا مع نفسي تاني، ففعلا الكتابين اللي موجودين هنا كريفرنس اللي هما الكتابين دول، كتاب بتاع الـ MIT Press، وكتاب اللي هو Introduction to Design Analysis of Algorithm. الكتابين دول فعلا من اكتر او من احسن الريفرنسز اللي ممكن ترجع لها او تذاكر منها الجوريزم عموما، خصوصا ده بتاع الـ MIT ده يعني. الكتابين دول، ده مثلا بتاع الـ MIT ده كتاب كده معدي يعني، ده كتاب حوالي 1400 صفحة. ده كتاب بقى فيه كل حاجة، حتى فيه كمان داتا ستراكشرز، فيه كل حاجة موجودة انت ممكن تتخيلها، فيه كل حاجة. طبعا انت مش هتاخد الكلام ده كله، هو بس بياخد مقتطفات. هنشوف دلوقتي الكورسز او الحاجات اللي هتتاخد في الكورس نفسها شكلها عامل ازاي. الكتاب ده هو من اسمه انتروداكشن، هو كتاب ظريف يعني، انا ذاكرته قبل كده وخلصته الحمد لله رب العالمين، فالكتاب مش وحش. حتى تقسيمة الحاجات اللي فيه هحتاجها دلوقتي وانا بقدم للكورس، ان هي محتاجة شغل او محتاجة انك تكون فاهمها كويس يعني. هنشرح الكلام ده كله، هقول لك الكتاب ده مقسم الكلام ده ازاي، وتعرف توصل للسيكشنز ازاي، وتعرف تذاكرها جوه ازاي. طيب، هل انت هتذاكر او هتذاكر الماده ازاي؟ مذاكره الماده مختلفه بقى خالص يعني. انت هتلاقي دايما انك مفيش ريفرنس واحد تعرف ترجع له تذاكر منه، زي فيديو دكتور اليوسف مثلا الترم اللي فات. انت هتلاقي نفسك كده منوع،
بتذاكر من هنا شويه سورتنج الجوريزم، شويه من هنا سيرش الجوريزم، بتذاكر مش عارف من هنا شويه جرافس، مش عارف الكلام ده كله اليوتيوب بقى، وبتعيش مع نفسك. طبعا في ناس عارفه مكانها بقى وبتروح للام اي تي على طول، دول الناس اللي عارفين هما بيعملوا ايه. وبرضه هريفرنس للموضوع ده، لان الام اي تي الفيديوز بتاعته من احسن الفيديوز ما فيش بعدها، مش هقدر اقول حاجه عن الام اي تي يعني. فانا احاول بقى في الكورس ده ان انا الم الكلام ده كله، يعني الم الحاجات دي يبقى في مكان واحد تعرف تتقلها كلها ورا بعضها، يبقى الكورس كله كده كسلبس ماشي ورا بعضه، انت عارف انت بادئ فين ورايح فين ومكمل فين لحد اخر الكورس باذن الله. فالكتاب او الكتب بشكل عام، نرجع تاني لموضوعنا، الكتب في الماده دي بالذات هي اللي هتعديك فيها من الاخر، ملهاش حل تاني. انت لو قعدت تقرا سلايدز من هنا لبكره 27 مره في اليوم او 28 مره على عدد الورقه اللي في كل سلايدز او عدد السلايدز اللي موجوده في كل محاضره، مش هتفهم حاجه برضو، استحاله هتفهم حاجه، هتقعد كده واخد شويه مقتطفات والموضوع بالنسبه لك انتهى. يبقى انا اكدت في الاول ان الكورس ده عايز حل كتير او حل مسائل كتير، انك تقرا من الكتاب، انك تبص على اكتر من مصدر، ده لو فعلا عايز تعدي الكورس ده وتستفيد منه بحاجه كويس. طيب الحاجه التانية اللي انا لاحظتها في بعيدا عن الكتب والريفرنسز، ان المنهج اتغير. يعني المنهج عن السنه اللي فاتت اتغير عن السنه اللي قبلها واتغير عن السنه دي. الحاجات اي كورس سيلبس، الحاجات اللي موجوده في الكورس الترم ده، طبعا الانترودكشن دي موجوده، والاسيومد انتيشنز دي خدتوها المحاضره اللي فاتت، اللي هي المحاضره التانيه ده دلوقتي كده اول اسبوع يعتبر، او دي محاضره اول اسبوع. وده كله كلام موجود، وده كله اتاخد قبل كده لحد الكلام ده كله، وده برضه لحد الديفايد اند كونكر الجوريزم اللي هو الميرج سورت والكويك سورت، وده كمان. ده كده كان نهاية المنهج اللي اتاخد قبل كده في الكلية مع إضافة شوية جرافس، لكن الحاجات دي كلها جديدة. يعني الديناميك بروجرامينج ده جديد ما اتشرحش قبل كده، الجريدي ابروتش ده جديد، النابساك بروبلم دي ما اتشرحتش قبل كده برضو، الشورت باث الديسكسترا او والبيلمان فورد والحاجات دي كلها اتشرحت بس على استحياء، ما كانش فيها ما اتكوش عليها قوي قبل كده يعني. طبعا ده موجود، وطالما الحاجات دي موجوده يبقى تشرح. الام اس تي والبرايم والحاجات دي كلها او البريم ده كله برضو جديد. فالحاجات الظريفه اللي في الكورس او هتحس ان هي بسيطه وسهله هي الكلام ده كله، الديفايد اند كونكر او الميرج سورت والكاونتنج سورت والباكت والرادكس والحاجات دي كلها تلاقيها سهله. بس مش عارف، انا ممكن اكون بقفل شويه في اول المحاضره، بس انا مش عايز الناس تبقى نايمه شويه، او مش عايز الناس تبقى واخده ان الموضوع ماده صعبه وهعديها وخلاص، لا الماده تقيله ومحتاجه مذاكره فعلا. بس هيعدي باذن الله. ده بقى الجزء اللي بقول عليه، ده الجزء اللي فيه مسائل كتير، اللي هم الريكيرسيف الجوريزم، الثلاث حاجات دول هيبقى فيهم مسائل، شغل مسائل شويه. وبرضه دي هيبقى فيها شويه مسائل وفي حاجات برضه معينه يعني. دي الاسمبتيك ميتيشنز اللي هي المحاضره الثانيه، دي برضه من ضمن المحاضرات اللي محتاج انك تذاكرها الاول من المحاضره او تقراها شويه من المحاضره، وبعد كده زي ما اتفقنا على طول ترجع للكتاب عشان تفهم الموضوع منه. طيب ترجع لانهي كتاب؟ ترجع لل ام اي تي، بلاش ده، انا بقول لك على السن ان انا شفته قبل كده وان انا قريته قبل كده تمام. يعني من الاخر الماده المفروض تاخد منك في الاسبوع اقل حاجه مذاكره 5 6 ساعات اقل حاجه. تقرا من هنا كده، تدور على السكشن بتاع الاسيمبتوتيك ميتيشنز وتقراها وتفهمها، ويبقى انت كده خلاص ظبطت المحاضره الثانيه. بس المحاضره الاولى والمحاضره الثانيه يعتبر كلها انتروداكشن للي جاي قدام كويس. طيب احنا لحد دلوقتي عمالين بنتكلم على الكورس والسيلبس والحاجات اللي ممكن تاخدها، لكن لسه ما اتكلمناش دلوقتي خالص على انت بقى هتفهم الالجوريزم ازاي، او يعني ايه الالجوريزم اصلا، او ايه اللي هيتشرح ده، او ايه الكلام ده كله، او الحاجات دي كلها. طيب انت مش اول مره تكتب كود كويس، او تعالى ناخد الحاجه اللي كلكم خدتوها قبل كده واللي هي الستراكشرز. لما كنت بتكتب فانكشن معينه، او لو فاكر مثلا الفيديو بتاع دكتور هادي يوسف او حتى المحاضرات بتاعته او اي حاجه، كان دايما بيدور ان هو ازاي يطلع احلى بيرفورمانس من الكود اللي هو بيكتبه. كان دايما بيدور ازاي الكود لما بيتكتب او سطر الكود لما يتكتب يبقى ده احسن حاجه، ما يتكتبش حاجه بعديه تاني تمام.
الفكرة مش في كده بس، الفكرة انك حتى لما كنت تكتب كود زمان وانت بتكتب كده سطر كود ولا سطر كود ولا سطر كود، تكتب فانكشن معينة، تكتب حاجة معينة، ده اسمه الجوريزم، او ده كده اسمه الجوريزم. ليه اسمه الجوريزم؟ الجوريزم هو معناه ايه اصلا؟ هي خطوات حل. يعني عندك مشكلة او عندك مشكلة في كود معين، بتحاول تدور على حل مناسب ليه عشان الكود ده ايه؟ يتحل، صح كده؟ طيب ده كده الالجوريثم، تمام. طب الجزء التاني بقى، انك ازاي تخلي الكود اللي انت كتبته دوت هو احسن كود ممكن يتكتب، او يبقى هو الحاجة اللي مفيش بعدها، او هو ده يبقى best performance او احسن performance للكود بتاعك، سواء بقى التايم كومبلكسيتي او الـ او الـ انت اكيد المصطلحات دي انت سمعتها في المحاضرة كده على الصحيح، بس طبعا هنقولها دلوقتي تاني. سواء مثلا التايم كومبلكسيتي، سواء السبيس كومبلكسيتي، سواء الكود نفسه البرفورمانس هيتنفس في وقت قد ايه، هيتنفس ازاي، البروبلم سايز، الحاجات دي كلها، ده جزء الاناليسز للكود بتاعك، كويس. يبقى انت عندك الجوريزم ديزاين، اللي هو انت تشوف المشكله اللي عندك، تشوف ايه الكود المناسب ليها اللي يتكتب عشان تحل المشكله بتاعتك. انت بالديزاين مش كده ولا ايه؟ بالديزاين، فاكر لما كنت بالديزاين داتا ستراكشر جديد، دي نفس الفكره بالظبط، بالظبط. فانت بالديزاين الكود بتاعك، طيب بعد كده تبدا تعمل اناليسز للكود بتاعك، تحليل، بتبدا تحلل كل سطر كود، تبدا تشوف السطر ده هينفذ ايه وامتى وازاي. طيب الالجوريزم كتوتال هيطلع لك بيرفورمانس قد ايه، او الالجوريزم هيعمل لك شغل شكله عامل ازاي، هيطلع لك كود شكله عامل ازاي، وهكذا. هي دي الفكرة. طيب بتعمل بقى الكلام ده ازاي؟ طبعا انت بتديزاين الكود بتاعك بأي لغة برمجة انت عايزها، بس طبعا الالجوريزم هنا هو بيهتم اكتر، او الكورس بيهتم اكتر بانك الخطوات بتاعت حل المشكلة مش كامبلمنتيشن. يعني انت مش هيطلب منك خالص انك تعمل امبلمنتيشن، اللهم الا مثلا في التاسك. يعني هنا في انا لاحظت ان في الكورس مش عارف هنا كده، هنا مثلا في 5% تاسك، 5 درجات كده ممكن يطلب منك امبلمنتيشن باي لغه برمجه انت عايزها لكود معين او لالجوريزم معين، بس ده مش المين بيربس للكورس، ده مش المطلوب منك في الكورس. المطلوب منك في الكورس انك تعرف ازاي تكتب خطوات حل مشكله، تعرف تعمل لها اناليسز، بس ده اللي مطلوب منك في الكورس. عشان كده الكورس، او عشان كده حتى الكتاب هنا مثلا اسمه ايه؟ Introduction to Design and Analysis of Algorithm. انت هتديزاين الالجوريزم وبعد كده هتعمل له اناليسيس، كويس؟ كويس. طيب ايه بقى التولز اللي هتستخدمها عشان تعمل ديزاين للالجوريزم، او ايه التولز اللي هتعملها عشان تاناليسيس او تانالايز الالجوريزم؟ اهي الاسيمبتوتيك ميوتيشنز، دي حاجة رياضية بحتة، يعني دي حاجة من الديسكريت ماثيماتكس. لو انت مسجل ديسكريت ماثيماتكس المفروض تتعرض ليها يعني، ودي حاجة برضو موجودة في الالجبرا، وموجودة في الحاجات اللي ليها علاقة بالماثيماتكس كصرف، او حاجة ماثيماتيكال جدا، حاجة تول موجودة في الماثيماتكس. انت بتاناليسز بيها او بتاناليز بيها سرعة معينة او بيرفورمانس معينة لكود معين، لحاجة معينة، هنروح لها بعد كده وهنشرحها بإذن الله، او هي حتى شرحها نفسها الموضوع مش صعب خالص يعني، اللي هي البيج ثيتا والبيج اوميجا والبيج والبيج او نوتيشنز دي، بس تولز عشان تعرف تاناليز الكود بتاعك، كويس كده، او عشان تقول الكود بتاعك دوت بيقع في منطقه ايه، او سرعته ما بين ايه وايه، او تصنيفه ايه. هي دي الفكره، او هي دي الاسمبتوتيك نوتيشن. طبعا ليها خطوات رياضيه وليها حل رياضي وليها كل حاجه، كويس. طيب بعد كده هتكمبيوت الكومبلكسيتي للالجوريثم بتاعك، هتشوف الكومبلكسيتي بتاعته قد ايه، التايم كومبلكسيتي والسبيس كومبلكسيتي شكلها عامل ازاي. طب احنا طبعا عارفين ان احنا عندنا حاجه اسمها نون ريكيرسيف الجوريزم، اللي هي الالجوريزم اللي بتتكتب بالفول لوبز وبتتكتب بالميثود وبتتكتب عاديه جدا، والريكيرسيف الجوريزم اللي هو الريكيرجن. طبعا كلكم متعقدين من الريكيرجن من ايام الداتا ستراكشرز، بس لو كنت حد فيكم شاف اخر فيديوز اللي هي التريز والحاجات دي كلها، كنت انا شارح بالظبط يعني ايه ريكيرجن، وكنت شارح الريكيرجن بيمشي ازاي في الميموري والحاجات دي كلها، فهتلاقي الموضوع بسيط جدا يعني. الريكيرسيف الجوريزم هتلاقي ان في سبستيتيوشن ميثود، في اكتر من ميثود بقى، في الايتريشن تري، وفي الماستر ميثود. الماستر ميثود هنا دي هتبقى هي اللي عليها مسائل كتير، وهتبقى هي حتى بتيجي في الامتحان اكتر على طول.
هتلاقي المواضيع فيها برضو بسيطه جدا باذن الله، الموضوع مش صعب خالص يعني. طب انا دلوقتي بحاول اعمل ايه او ليه بضيع الوقت ده كله؟ بحاول بس ارسم لك الطريق وبحاول اقول لك انت هتمشي ازاي. ده مهم جدا لان دي المشكله الكبيره جدا في الكورس ده بالذات، بتفضلوا طول الترم او بتفضل الطلبه طول الترم مش عارفه اصلا هي بتعمل ايه او مش عارفه هي ماشيه ازاي. ودايما الكورس بيمشي بسرعه جدا، يعني هتلاقي ان الموضوع بيمشي سريع قوي. انت مثلا المحاضره اللي فاتت خلصت الاسبت امبليمنتيشنز، من المره الجايه تبدا تعمل كومبليت الكومبلكس، انت مش فاهم اصلا انت ماشي ازاي، مش فاهم انت بتعمل ايه اصلا، هي دي المشكله. طيب دلوقتي اتكلمنا عن الديزاين، وبعد كده اتكلمنا عن الكمبيوتر الكومبلكسيتي او هتعمل ايه بالشغل بتاعك يعني. يبقى انت هتاخد بقى طريقتين، ازاي تكمبيوت الكومبلكس بتاعت الجوريزم، في الريكيرسيف الجوريزم او النون ريكيرسيف الجوريزم اللي هي الالجوريزم ما فيش فيها ريكيرجن، وفي الريكيرسيف الجوريزم. الريكيرسيف الجوريزم ليها ثلاث طرق، السبستيتيوشن ميثود والايتريشن تري والماستر ميثود. طيب كده خلص جزء الاناليسيس، او لحد هنا كده خلص جزء الاناليسيس بتاع الالجوريزم هنا دلوقتي. طب انا دلوقتي عمال بقول انت هتديزاين هتديزاين هتديزاين، الفكره انك مش هتديزاين، او ممكن في ال 5% بتوع الالجوريزم اللي انت في الاخر هتكبيره، كلنا بنعمل كده طبعا في اخر في التاسك اللي موجود يعني. بس انت هتدرس، ركز معايا، انت هتدرس الجوريزم اوريدي اتعمل لها ديزاين واوريدي اتعمل لها اناليسيس وكل حاجه، انت هتفهم بقى من اولها لاخرها. كويس كويس جدا كده. يبقى انت هتاخد الجوريزم زي الميرج سورت. الميرج سورت ده مثلا ده كود مكتوب، فطالما كود مكتوب يبقى مكتوب بالجوريزم معين، يبقى اتعمل له ديزاين انت هتدرسه وهتعمل له اناليسيس كويس، او هتعمل له تحليل عشان تعرف تشوف سرعته قد ايه وبيشتغل في انهي اسمبتوتيشنز وكل حاجه. طب الكويك سورت نفس الفكره. طب الكاونت سورت والباكت سورت والرادكس نفس الفكره، تمام. طيب ودي برضه من البروجرامنج، الماتريكس تشين مالتيبليكيشن نفس الفكره. على فكره دي من احسن الحاجات او من اجمل الحاجات اللي ممكن تشوفها، الماتريكس تشين دي مالتيبليكيشن. فعلا الكورس ده هيبقى ممتع جدا للناس اللي مهتميه بالسي اس ومهتميه بالكمبيوتر الجوريزم بشكل عام، هتلاقي الموضوع ظريف جدا باذن الله. طيب والنابسات بروبلم برضه والفاكتوريال هيبقى نفس الفكره، انت بتشوف الجوريزم وبتعمل له ديزاين بتعمل له اناليسيس، نفس الموضوع، انت هيتكتب قدامك الجوريزم وهتبدا تشوف الموضوع بتاعك هيمشي ازاي. كويس. وطبعا بقى زي الفكره والجراف برضه والبي اف ال اللي هو البريتس فيرست سيرش والدبس فيرست سيرش، دول انتوا تعرضتوا لهم شويه في داتا ستراكشرز بس ما كانش فيه او ما دخلش فيهم كتير قوي، والام اس تي والبريم والحاجات دي كلها هتشوفها بالظبط بالتفصيل يعني. فهو ده جزء الاناليسيس والديزاين. انت الكورس عندك بيبدا بان هو بيعلمك ازاي تعمل اناليسيس للالجوريزم سواء ريكيرسيف او نون ريكيرسيف، وبعد كده بيديك الجوريزم جاهزه معمول لها ديزاين جاهز، تمام، وتبدا تشتغل انك تعمل عليها اناليسيس او تبدا تعمل عليها سوري تعمل عليها اناليسيس او تعمل عليها عشان تعرف هي ماشيه ازاي بالظبط يعني، تمام. طيب المفروض لما تخرج من الكورس ده تكون فاهم ايه؟ تكون بقى عارف ازاي تعمل ديزاين للالجوريزم بتاعك وتعمل له اناليسيس بحيث ان هو يكون فعلا الجوريزم محترم ويكون الجوريزم قوي ويكون الجوريزم ما فيش فيه باجز كتير او ما يكونش فيه اي مشكله، ويكون برضه سريع ويكون كويس على حسب كل بقى الكلام اللي احنا هنشوفه قدام ده في الكورس، تمام. ومطلوب منك انك تعرف لو جالك اي الجوريزم تعمل له اناليسز معاك. كويس كده. طيب لو واخد بالك ان في حاجه اسمها ديفايد اند كونكر الجوريزم واللينير تايم سورتنج مثلا والدايناميك بروجرامنج والجريدي ابروتش والحاجات دي كلها، الحاجات دي مش الجوريزم، الحاجات دي تكنيك، ودي برضو بحاجه بتلخبط ناس كتير جدا. ايه الفرق ما بين تكنيك وايه الفرق ما بين الجوريزم؟ طيب حاجه كلنا عارفينها في الدنيا، حاجه كلنا بنعملها، المدرب بتاع الكره او مدرب كره ايه، المدرب بتاع اي ماتش يعني او اي مدرب اي حاجه. كويس كده. تعال ناخد الزمالك مثلا كاكزامبل بالنسبه لنا. الزمالك مغير دلوقتي كام مدرب؟ 43 مدرب، صح كده. طب بيغيروا ليه؟ لان الزمالك بيخسر، بغض النظر انه ممكن يفضل يخسر بس بيغيروا لانه ما بيكسبش، لان المدرب الخطه بتاعته مثلا على سبيل المثال خطته ما بتنجحش، التكنيك اللي ماشي بيه المدرب
بيلعب 4 4 2، بيلعب 5 3 مش عارف 7 1، طبعا مفيش فريق كده ما بيكسبوش، صح كده؟ هي دي الفكرة، ان في الالجوريثم ديزايننج مش في اناليسس بقى خالص، في حاجة اسمها ديزاين تكنيك. ايه التكنيك اللي انت ماشي بيه وانت بتديزاين الالجوريزم بتاعك؟ هي بقى دي الفكرة. في الكورس مش هيتكئ قوي على الحوار ده، بس هو موجود. شايف بقى هنا كده في الكتاب الجميل جدا ده؟ طيب سيبك من اول شابتر وثاني شابتر، بعد كده هياخد بقى الشابتر من شابتر 3 لحد اخر شابتر اللي هو شابتر 12، هيبدأ يشرح لك كل الجوريزم ديزاين تكنيك، البروت فورس تكنيك، الديسكريت اند كونكر او ديكريس اند كونكر، ديفايد اند كونكر، ترانسفورم اند كونكر، سبيس اند تايم تريد اوفز، دايناميك بروجرامنج، جريد تكنيك، اتريتيف امبروفمنت، وهكذا. طبعا انت مش هتاخد الكلام ده كله، انت عندك هنا مثلا ايه؟ عندك هنا الجريد تكنيك او الجريد ابروتش والدايناميك بروجرامنج والديفايد اند كونكر، هيبقى عندك شويه بروت فورس بس مش هيبقى مذكور قوي ان هي بروت فورس تكنيك وهكذا. يبقى ده ايه؟ ده الديزاين او الالجوريزم ديزاين تكنيك. ايه التكنيك اللي انت ماشي بيه وانت بتديزاين الالجوريزم بتاعك؟ طب ده بتحدده على اساس ايه؟ على اساس المشكله نفسها. هتعرف بقى التفاصيل دي كلها قدام. المشكله عندك ممكن تمشي ازاي؟ او ممكن تتحل ازاي؟ طيب طالما قلنا تكنيكس زي بالظبط في الكوره، خطه مثلا 4 4 4 4 2 مثلا، ده تكنيك صح كده؟ طيب التكنيك ده ليه مميزاته وليه عيوبه صح كده؟ طب على اساس ايه؟ على اساس مثلا انت بتلعب قصاد مين؟ او انت مطلوب منك تجيب كام؟ او انت بتلعب دفاع ولا هجوم؟ كويس كده؟ طب لو لعبت مثلا ب 4 مثلا 3 1 2 كويس؟ ده تكنيك تاني برضه ليه مميزاته وليه عيوب. هي هنا نفس الفكره بالظبط. انت عندك تكنيك اسمه دايناميك بروجرامنج ليه مميزاته وليه عيوبه صح كده؟ عندك تكنيك مثلا اسمه ديفايد اند كونكر ليه مميزاته وليه عيوبه صح كده؟ وجريدي ابروتش برضه ليه مميزاته وليه عيوبه تمام؟ طيب كل ديزاين تكنيك انت هتاخده في الكورس، او كل ديزاين تكنيك انت حتى مش هتاخده في الكورس وهيكون موجود عندك، بيكون في الجوريزم متطبقه على اساسه. يعني ايه؟ يعني زي ما قلت من شويه الميرج سورت الجوريزم اتعمل له ديزاين على انهي تكنيك؟ على الديفايد اند كونكر تكنيك. وهنعرف بالظبط الحاجات دي معناها ايه، وهتعرف الكلام ده كله، الموضوع شرحه يعني طويل طبعا، بس هنا دي مقدمه بس. طب الديناميك بروجرامنج ليه مثال عليه؟ مثلا الماتريكس تشين مالتيبليكيشن. طب الجريدي ابروتش، حتى من اسمه جريدي ابروتش او ابروتش حاجه طماعه كده، هنعرفها دلوقتي وهنعرف معناها ايه طبعا. عليه تطبيق او عليه مثال معين، وهو النابساك بروبلم، او النابساك بروبلم اتعمل لها ديزاين على اساس الجريدي ابروش تكنيك. كويس كده؟ وهكذا. يا رب اكون وضحت الموضوع بشكل مفصل جدا يعني. معلش انا عارف ان انا بطول، بس انتوا عارفين طبعا دي محاضره المقدمه، فلازم الموضوع يكون فهمه كويس جدا. كده المفروض انت فهمت، او انت عرفت انت هتاخد ايه وهتعرف ايه او هتعمل ايه بقيه بتاع كلها. الكورس اوبجكتيفز بقى خلاص احنا قلناها في الاول، ده بقى تاريخ معين للالجوريزم. فاكر الالجوريزم طبعا من زمان جدا جدا جدا، فالكلام ده موجود يعني، الكلام ده كله احنا قلناه واحنا بنتكلم. انت عندك مشكله، عندك الالجوريزم خطوات حل للمشكله، وعندك بقى الكمبيوتر بياخد انبوت بيدخله على الالجوريزم بتاعك بيطلع اوتبوت وهكذا تمام. طيب دي بقى الحاجات بتاعتك، او ده الشكل اللي احنا اتكلمنا عنه واحنا بنتكلم برضه دلوقتي. ده بقى الكلام ده كان، يعني انا شايف ان الكلام ده حاجات عبيطه جدا مفيش فيها حاجه، بس هو هنا بيقول لك انت هتكتب الالجوريزم ازاي. يعني انت مثلا كده معاك تاسك او معاك كويز في السكشن بتاعك، والمعيد هيديك مثلا ورقه يقول لك اعمل لي ديزاين مثلا الالجوريزم الفلاني، انت هتكتبه بلغه برمجه معينه ولا لا؟ زي ما قلنا في الاول خالص، لا طبعا انت مش مطلوب منك تعمل امبلمنتيشن، مالكش دعوه باي لغه برمجه خالص، انت كل اللي هتكتبه بس هتكتبه بسود كود. وانت اكيد عارف يعني سود كود. سودو كود ميثود انك تبدا تكتب الكود واحده واحده كده، تعمل له ديزاين بشكل معين، تعمل له شكل بتاع، كلام عبيط قوي قوي يعني. هتكتبه بانجلش عادي، يعني مثلا لو هتعمل فول لوب فانت هتعمل مثلا فول لوب. هتشوف الكلام ده كله قدام، هتفهم الكلام ده كله. بس هنا دي مثلا ثلاث طرق انك تعبر بيها عن اللي انت كاتبه، او تعبر بيها عن خطوات حل المشكله اللي انت كاتبها.
وده كله كلام بسيط جدا، المهم تبقى فاهم الفكره، المهم تبقى فاهم انت ماشي ازاي، تكتب بقى باي شكل انت عايزه، بس مش بلغه برمجه معينه. كويس. طيب ابدا بقى اقرا الكلام ده لوحدك. يعني هنا بقى بيقول لك ازاي بقى تعبر كسود كود، ده مثلا الكومنت الفول لوب هتشوفها دلوقتي قدام، دي الاند والاور والنوت، مش تكتبهم بقى بالاند اللي احنا عارفينها في اللغه البرمجه والكلام ده كله، اكتبها عادي جدا، اكتبها ترو فولس، فالحاجات بسيطه جدا يعني هتعرفها بقى قدام، انت هتلاقيها يعني هتشوفها على مدار وانت بتعلم الكورس. مثلا دي الواي لوب، حتى اسمها واي لوب اهوت، واي كونديشن، هنا كونديشن معين هتدو ستيتمنت 1 وستيتمنت 2، يعني انت ما بتكتبش برمجه، ما بتكتبش سي ولا سي بلس بلس ولا جافا ولا بايثون ولا الحاجات دي كلها، انت بتكتب كلام انجليش عادي جدا بتوضح بيه خطوات حل المشكله او خطوات الالجوريزم بتاعك. كويس. طيب ده مثلا شكل الفول لوب، ايه ورا بقى الكلام ده كله، ما فيش فيه حاجه خالص يعني. تمام. ده مثلا يعني مثلا ده هنا كده الجوريزم بيجيب الماكسيمم. كويس. بياخد مثلا array وبياخد السايز بتاع الاري هنا وبيحط الريزلت، مثلا بيقول لك اري اوف 1، ده بقى كلام بسيط قوي، وبقى كده بفور اي. بص مثلا الفول لوب مكتوبه ازاي، الفول لوب مثلا مكتوبه فور اي بي ايكوال تو تو ان دو، مفيش فول لوب في الدنيا بتتكتب كده. كويس. بس هو هنا مكتوب بشكل انجلش، يعني بيقول لك الاي بدايتها باتنين، لو واخد بالك برضو ان الايكوال هنا عباره عن سهم بيبص على الليفت اوبرنت بتاع الفول لوب، يعني هنا برضو هنا دي كده معناها ايكوال، هنا دي معناها ايكوال، وهكذا 2n يعني يفضل ماشي لحد n اللي هو السايز اللي داخل لك هنا كده دو، يعني اعمل بقى الكلام ده كله، هنا هيتشك ريزلت، بص هنا مثلا اف ستيتمنت، هنا اف then، صح؟ then هل في اف ستيتمنت في السي او سي بلس بلس او في الجافا حاجه اسمها then؟ مفيش. فذن هنا اللي هو ثم، يعني شوف بقى هنا الريزلت بيكوال ايه والريتيرن الريزلت في الاخر، فهتلاقي ان الكلام كله بسيط قوي قوي يعني، مفيش فيه حاجه خالص، او هتلاقي ان الموضوع وانت بتكتب الموضوع جميل جدا جدا جدا. طيب الاناليسيس بقى في الالجوريزم من احسن الحاجات اللي ممكن تتخيلها وممكن تشتغل فيها، وحاجات بصراحه جميله جدا 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 يعني. المين جول ايه، او الهدف الرئيسي ايه؟ بيقول لك الهدف الرئيسي انك تحدد الكوست او التكلفه او الوقت المعين اللي هتستخدمه او هيستخدمه الالجوريزم بتاعك عشان يشتغل اصلا. يعني ايه؟ يعني مثلا كنت انا بكتب الجوريزم من فتره كده، كان بيقعد يرن مثلا في مش عارف في 4 دقايق حاجه شبه كده، المهم عدلت في حاجه معينه وعدلت في تفصيله معينه بقى من 4 دقايق مثلا لنص دقيقه بتفاصيل معينه كده بالجافا مالكمش علاقه بيها يعني. طيب الاثنين كانوا شغالين، الجزء الاول كان شغال، الجزء الثاني اشتغل عادي، الاثنين زي الفل مفيش فيهم مشكله خالص. طب ايه الفرق؟ الفرق ان الوقت اتحسن، او الرننج تايم بتاع الالجوريزم نفسه اتحسن، مش كده؟ ان انا خليت الالجوريزم يرن بسرعه، انا قللت الوقت بتاع الالجوريزم بتاعي، هو بيطلع نفس الناتج كل حاجه بس الوقت اقل، فده طبعا دي حاجه كويسه جدا للالجوريزم بتاعك. فانت لازم تاخد بالك وانت بتعمل اي الجوريزم بعد كده انك تخلي دايما الرننج تايم بتاعه اقل ما يمكن، وهنشوف دلوقتي ان احنا ممكن نخلي الرننج تايم اقل ما يمكن او نخلي السبيس اقل ما يمكن، هنعرف نشوف الاثنين ما بينهم من بعض لو واخد بالك فاكر الحته دي كده. ده تكنيك السبيس اند تايم تريد اوفز، تريد اوفز يعني حاجه ضد بعضها او حاجه بيبقى فيها كده زي ما تقول مثلا كونتراديكشن، او حاجه عكس بعض يعني، يتعلق او تناسب عكسي او حاجه بتناسب عكسي، يعني لما تعلي ده يقل، ولما تقل ده يعلي، وهكذا يعني، تهتم بالتايم تشوف ده هيشتغل بعد ايه، تهتم بالوقت او بالمساحه. طب ده على حسب ايه؟ على حسب انت بتشتغل على انهي بقى جهاز، بتشتغل على انهي ريسورس، فده بيعتمد على الريسورس اللي انت شغال عليه او على الحاجه اللي انت بتستخدمها عشان تران الالجوريزم ده، مش كده؟ هو كلام حتى هتلاقيه ممشي بعضه كده. فانت عندك التايم كومبلكسيتي وعندك السبيس كومبلكسيتي. كويس. طيب تعال بقى نشوف، هل التايم كومبلكسيتي لما باجي احسبه او باجي اتعامل معاه، بتعامل معاه على انه الوقت اللي بيستخدمه الالجوريزم عشان يرن على الكمبيوتر؟ اكيد لا طبعا. طيب انا ليه لما من شويه قلت الالجوريزم بيرن في نص دقيقه وفي 4 دقايق والحاجات دي كلها، انا ليه قلت كده؟
انا بس عشان اقرب لك الفكره بشكل عام. لكن الفكره ان انا عشان اعدل الموضوع ده ما قللتش حاجه في الوقت، انا كل اللي عملته ان انا قللت عدد الاوبريشنز اللي بيعملها الالجوريثم، بس نفذ في الاخر نفس اللي انا عايزه بالظبط. يعني ايه؟ يعني مثلا تعالى بقى نرجع للرسام بتاعنا زمان، مثلا بينت مثلا، لو انا عندي الجوريزم بيشتغل مثلا كده، عندي فانكشن معينه بتشتغل عشان تطلع اوتبوت معين، فمحتاجه تنفذ سطر كود الثاني الثالث الرابع الخامس السادس وهكذا، وده كده هيطلع اوتبوت معين. كويس. طيب في كل مثلا سطر من دولت في اوبريشن بتتم، هنا مثلا بيعمل مالتيبليكيشن، هنا بيعمل سميشن، هنا بيتشيك او بيعمل اف ستيتمنت، هنا بيعمل حاجه، وهنا مثلا بيعمل حاجه معينه. طيب مش الاوبريشن ديت بتروح تشتغل في الميموري، تاخد مكان في الميموري، ودي طبعا نفس الفكره وكلهم نفس الفكره. طب انا هنا بطلع اوتبوت معين صح؟ طب لو انا حاولت ان انا بدل ما هنا ينفذ بست اسطر كود، او بدل ما يكتب ست سطور كود، لا هو ينفذ الكود بتاعي بسطرين بس، هتقولي ممكن؟ اه ممكن، بتحصل عادي جدا لو انت بتفكر كويس او بتشوف انت ازاي توصل للي انت عايزه بالظبط باقل تكلفه ممكنه. كويس كده. طب هنا اوبريشن بتتم برضه، وليكن مثلا اف ستيتمنت، وهنا مثلا اوبريشن بتتم، يبقى انا قللت ايه؟ قللت نمبر اوف اوبريشنز صح كده، وطلع لي نفس الاوتبوت برضه. يعني هو طلع لي في الاخر نفس الاوتبوت، هنا بيطلع اوتبوت وبيطلع صح، وهنا طلع لي نفس الاوتبوت بالظبط، بس قللت النمبر اوف اوبريشنز مش كده؟ يبقى بالتالي الوقت هيقل صح ولا مش صح؟ اكيد صح طبعا. طب هتقول لي ايه الفرق بقى؟ يعني ايه الفكره في كده؟ الفكره انك لو اعتمدت على الماشين سبيد او السرعه بتاعت الكمبيوتر، استحاله طبعا تعمل حاجه شبه كده. ليه؟ لانك لو ما بتكتب الجوريزم، انت بتكتب الجوريزم بيرن على كل البلاتفورمز اللي موجوده في الدنيا، بيرن على كل اللابتوبس، بيرن على كل الكمبيوترز، بيرن على كل حاجه. يعني مثلا اللي كتبوا الميرج سورت زمان جدا، لما كتبوا لو كانوا معتمدين ان هم يحسبوا الوقت بتاعه على حسب الماشين، زمان كانت الماشين طبعا اقل من كده بكتير جدا، كان البروسيسور بيبقى مش عارف كام، وكانت الرام مثلا 64 كيلو ومش عارف الحاجات دي كلها، فما كانش ينفع يحسبوه بكده. هم حسبوه على ان الالجوريثم بينفذ كام اوبريشن، ومن هنا حسبوا التايم بتاعه. يبقى الحته دي مهمه جدا، التايم كومبلكسيتي في اي الجوريثم او في الكود بيعتمد على النمبر اوف اوبريشنز، النمبر اوف اوبريشنز والسايز اوف الداتا، وطبعا الماشين سبيد، بس على حسب انت بترن على انهي ماشين، بترن على انهي لابتوب، بترن على انهي بلاتفورم، بترن على انهي كمبيوتر وهكذا. بس الحاجه الاساسيه اللي بتحسب بيها التايم كومبلكسيتي هو النمبر اوف اوبريشنز اللي بيستخدمها الالجوريثم بتاعك عشان يوصل الاوتبوت اللي انت عايزه. كويس كده. طب السبيس كومبلكسيتي بتعتمد على ايه؟ طبعا بتعتمد على سايز اوف الداتا، يعني انت بتبعت مثلا قد ايه، انت ممكن تكون باعت اري في مثلا 50 اليمنت، ممكن تكون باعت اري في مليون اليمنت مش كده؟ هي دي الفكره. فانت بتشوف الالجوريزم عندك هيتنفذ بانهي اسرع، او بيتنفذ بانهي حاجه اسرع وهكذا. فدول الحاجتين لازم تكون واخد بالك منهم كويس جدا. طيب التايم كومبلكسيتي هنا بيتكسبرست او بيتم التعبير عنه عن تي اوف ان، تي اوف ان كويس كده. طبعا البروبلم سايز ان بتعتمد بقى على على نمبر اوف اوبريشنز، ممكن تقرا الكلام ده كله كلام بسيط قوي قوي. نمبر اوف اوبريشنز، الكلام اللي قلته من شويه، ممكن تشوف الحاجات دي كلها، دي مثلا 1 اوبريشن اللي هي المالتيبليكيشن او سوري السميشن والسبتراكشن والايكوال ساين والبيجر بيجر ذان والحاجات دي كلها، ده كله اوبريشنز واحده بس. بس اللوبس او الفول لوب مش اوبريشن واحده، لان طبعا انا لما بعمل فول لوب انا بعمل حتى من هي فول لوب انا بعدي بكرر الحاجه، يعني بكرر اللي انا بعمله، استحاله اكون اوبريشن واحده. الفانكشن كولز لما اجي انادي على فانكشن استحاله اكون اوبريشن واحده برضه، ما هو انا بنادي على فانكشن، الفانكشن دي فيها كود، فالكود ده بيتنفذ جواه، طب الكود اللي جواه ده فيه كام اوبريشن وهكذا. فهي دي الفكره، ان الفانكشنز واللوبس مش وان اوبريشن. طبعا هتعرف الكلام ده كله بالتفصيل الممل ده كله، بس انتروداكشن. يعني هنا مثلا كده هتعرف برضو حاجه قدام، حاجه اسمها البيز اوبريشنز
وحاجه اسمها او ممكن نجلكت او نشيل مثلا شويه اوبريشن ما ناخدهاش في الاناليسيس بتاعنا وهكذا. نعرف الكلام ده كله قدام. ده مثلا الفاكتوريال فانكشن، انت كده عارف الفاكتوريال هنا مكتوبه بالايه؟ هي فور لوب هنا، فهنا مكتوبه بالنون ريكيرسيف الجوريزم، مش كده؟ ده مكتوبه بالفور لوب مش مكتوبه بالحاجه. طب تعالى كده نتريس الكود، مثلا فاكتوريال بتاخد ان، لان ده انت هتدخله كيوزر. طيب مثلا بيقول اف بيكوال 1، دي كده اوبريشن مش كده؟ طيب ودي برضو اوبريشن، اف ان اكبر من الزيرو، لو الان اكبر من الزيرو، ان اللي انت مدخله هنا اكبر من الزيرو، هعدي بقى من اول اي بت ايكوال 1 تو ان، كويس؟ الاف اللي انت مدخلها بيساوي اف في الاي، صح كده؟ وفي الاخر هتريتيرن الاف. ده الفاكتوريال، الفاكتوريال انتوا اكيد عارفينه طبعا، مش كده ولا ايه؟ طيب الفكره هنا ان اللي بيتنفذ او الاوبريشن اللي بيتنفذ هنا ايه؟ المالتيبليكيشن، صح كده؟ بتتنفذ كم مره؟ بتتنفذ ان مره، هو ماشي من اول اي بيكوال 1 لان، صح كده؟ يبقى في كل فور لوب او في كل ايتريشن هتعدي على الكود ده، المالتيبليكيشن او عمليه الضرب اللي فيها هتتنفذ مره واحده، او هتتنفذ مره واحده، صح كده؟ طب لمده كم مره؟ لمده ان مره. يبقى الكومبلكسيتي بتاع الكود ده شكلها عامل ازاي؟ التي اوف ان بيكوال ان. ليه بيكوال ان؟ منطقي جدا، ما هو انا لو دخلت خمسه ده هيتنفذ خمس مرات، طب لو دخلت مليون ده هيتنفذ مليون مره. يبقى التي اوف ان او التايم كومبلكسيتي، لو خدت بالك التايم كومبلكسيتي اللي هو ايه؟ اللي هو النمبر اوف اوبريشنز. طب هنا نمبر اوف اوبريشنز هتتنفذ كم مره؟ تنفذ ان مره بس كده، اي نمبر اوف اوبريشنز اللي هي التي اوف ان. طيب بيج ثيتا اوف ان هنشوفها قدام طبعا، هتعرف الكلام ده كله، مش عايز اخش في تفاصيلها دلوقتي، بس هنا البيج ثيتا اوف ان ده شكلها يعني اللي انت المفروض تكون فاهمه. ده مثال تاني، ده مثلا مثال تاني بيقول لك لينير سيرش. لو انت فاكر من اسمه لينير سيرش اللي احنا كنا على طول بنستخدمه فين؟ في الداتا ستراكشرز. لو كان عندك مثلا اري، الاري ده متقسم ل elements او indices، وهنا مثلا في رقم، هنا في رقم، هنا في رقم، بس نكبر السايز شويه عشان تشوف، هنا في رقم، هنا في رقم، وهنا في رقم كمان، وعايز تسيرش مثلا على رقم معين، سيرش مثلا على انتري معينه، بتقعد بقى ايه؟ تتشيك هنا، لو هو هنا رجعه، طب لو مش هنا خش تشيك هنا، خش تشيك هنا، وهكذا وهكذا لحد ما تخلص كل الاري. ده في ايه؟ لو انت ما لقيتش الرقم خالص، او الرقم اللي انت بتسيرش عنه، لو هنا مثلا في هنا خمسه والخمسه موجوده هنا، او لو الخمسه اللي انت بتسيرش عنها مثلا موجوده فين؟ موجوده في اخر اندكس في الاري خالص. يبقى انت لو الاري هنا مسحته مثلا ان بتيكوال 6 او ان بتيكوال هنا 6، سوري تاني، لو ان بتيكوال 6 يبقى الاري هنا مساحته 6، صح كده؟ يبقى اللينير سيرش هيمشي قد ايه؟ او النمبر اوف انفورميشن بتاعته قد ايه؟ هتقول لي لو الخمسه مثلا في الاول يبقى هيمشي 1، صح؟ طب لو الخمسه في الاخر هيمشي ان. هنخش بقى الكونسبت تاني، حاجه اسمها الورست كيس او الورست كيس والبيست كيس. البيست كيس اللي هي احسن كيس ممكن تتنفذ من الالجوريزم بتاعك، هتعرف الكلام ده كله بالتفصيل قدام. والورست كيس هي ايه؟ اسوأ حاجه ممكن تحصل. اسوأ حاجه ممكن تحصل ان الخمسه تكون موجوده في اخر اندكس اللي هو الاندكس مثلا رقم 6، فهتضطر انك تمشي كل الاندكس دي. طب لو الخمسه موجوده في الاندكس رقم مليون، يبقى ده هتضطر تمشي مليون مره، يبقى النمبر اوف اوبريشنز هتساوي ايه؟ بالظبط هتساوي تي اوف ان بيكوال ان. ده في الايه؟ في الورست كيس. طب في البيست كيس؟ بالظبط البيست كيس ان هو يلاقيها في اول واحده خالص، يبقى حتى لو هو مليون اليمنت، لو حتى هو مليون اليمنت هتلاقيه في الاليمنت رقم واحد، يبقى التي اوف ان بتيكوال كام؟ بالظبط بتيكوال 1، حتى بنسميها كونستنت، صح كده؟ يبقى ده البيست كيس. احنا بقى هنحاول ايه طول الالجوريزم او طول الكورس؟ هنحاول احنا دايما نطلع البيست كيس او الافريج كيس او الورست كيس، دايما نحاول نخليهم اقل ما يمكن،
كويس كده، وهنعرف بقى بالتفصيل الممل يعني ايه اقل ما يمكن، ويعني ايه الكلام ده كله ممكن يحصل، الحاجات دي كلها. بس عايز تاخد بالك، عايز تاخد بالك كويس جدا معايا من من الكلام ده كله، عشان ده مهم جدا جدا واحنا بنكمل باذن الله. طيب خدت بالك البيست كيس اي تي اوف ان بيكوال 1، والورست كيس تي اوف ان بيكوال ان. تعالى كده نبص على الكود، فور اي بيكوال 0 ان ماينس 1، امشي بقى اف اي اوف الكلام بقى عبيط جدا جدا جدا. انت هنا بعت ايه؟ بعت الاري وبعت السايز بتاعه وبعت الكي اللي انت بتسيرش عنه، حتى اسمه لينير سيرش، وهنعرفه قدام وهنعرف بقى دلوقتي. طب اقول لك حاجه ظريفه جدا، ده الجوريزم موجود اسمه لينير سيرش، اتعمل له ديزاين بتكنيك اسمه ايه بقى؟ اسمه البروت فورس تكنيك. كويس كده؟ طيب البروت فورس تكنيك هو ليه مميزات وليه عيوب. ايه العيوب بتاعته؟ ان انت شايف اهو ان هو دايما بيحتاج ان هو يعدي على كل الاليمنتس اللي موجوده عشان يطلع الريزلت اللي انت عايزها، ده في الورست كيس بتاعته. كويس؟ فهيبدا بقى يبقى في تكنيكس ثانيه اللي هي ديفايد اند كونكر، اللي هي ديكريس اند كونكر، اللي هي ميرج سورت، اللي هي الحاجات دي، سوري، اللي هي مثلا ترانسفورم اند كونكر، اللي هي الحاجات دي كلها. التكنيكس ديت مش هتضطر انك تعمل نفس الديزاين ده، وهتمبلمنت سيرش تاني خالص بشكل احسن وبشكل فيه اكتر بيرفورمانس بعد كده، بدون دخول بقى في تفاصيل اكتر من كده، هنعرف الكلام ده كله قدام. طيب الكومبلكس دي هي زي ما انت شايف اللي هي برضه بيج تيتا اوف ان، هتعرف الكلام ده كله، او بيج اوميجا، هتعرف برضه ليه بيج اوميجا في الليكتشر التاني. تعال بقى نشوف هنا، لو انت واخد بالك ان انا دلوقتي طلعت الشكل هنا او البيج تيتا اوف ان، صح كده؟ طب ان معناها ايه؟ ان معناها ان انا ماشي ان مره. طب ان دي هي ايه؟ هو السايز مثلا بتاع البروبلم اللي جاي لي، او السايز بتاع الاري، وهكذا. هنخش الحاجة بقى اسمها ايه؟ اسمها efficiency classes. efficiency classes يعني ايه efficiency class؟ هو كلمة حتى class او كلمة classify، يعني انا بصنف او تصنيف، مش كده؟ الكلاس يعني صنف، انا بصنف الالجوريزم بتاعي، او بصنف سرعة الالجوريزم بتاعي، او بصنف الـ number of operations او الـ T of N تبع انهي class من دول. الكونستنت تايم اللي هو بيج تيتا اوف 1 او اللي هو ال 1 اللي احنا طلعناه من شويه، ده كده كلاس، ده اسمه كونستنت تايم، وده يعتبر ايه؟ يعتبر احسن حاجه موجوده في الدنيا، بس طبعا مفيش حاجه هتكون بيرفكت كده. عندي اللوجاريتمك فانكشن اللي هي اللوج اوف ان. يعني ايه لوج اوف ان؟ يعني مثلا هنعرفها بقى طبعا قدام، وهيبقى في الجوريزم قدام ليها الشكل ده، او في الجوريزم قدام بتطلع الشكل ده كده، بتطلع اللوج اوف ان. يعني ايه لوج اوف ان؟ يعني مثلا لو انا عندي array هنا في مليون element، خدت بالك معايا؟ في مليون element. كويس؟ البيست كيس بتاعته او الافريج كيس او حتى الورست كيس ايا كان الكيسز اللي فيهم بتبقى log n. طب log المليون كام؟ للبيس 2، عشان احنا دايما بنشتغل بيس 2 مش بيس 10. يعني اللوج هنا للمليون كام؟ 20 او ما يقارب 20، حوالي 19 ونص كده، او 19 و9 حاجه شبه كده. يبقى لو خدت بالك، لو انا عندي، هتقول لي هو في الجوريزم ممكن يعمل كده؟ اه، هتشوفه قدام، اللي هو اصلا الميرج سورت. هتشوف قدام دلوقتي ان لو انت بعت له اري فيه مليون اليمنت، النمبر اوف اوبريشنز بتاعته او عدد الاوبريشن اللي هيستخدمها او هيعملها عشان يسورت الالجوريزم بتاعك او عشان يعمل سورتنج بالميرج سورت هتبقى 20 اوبريشن بس. هتقول لي ازاي ده انا بعت له مليون؟ هقول لك ما انت لو حاطين مليون اللي هي الان هنا جنب اللوج للبيس 2 هطلع لك 20، هم دول انا عايزه، ما في الاخر بحسب النمبر اوف اوبريشنز اللي هي تي اوف ان، صح كده؟ وفي اللينير يبقى عندي اللوجاريتمك وعندي اللينير، دول كده على فكره مترتبين. احنا قلنا اتفقنا دول اسمهم ايه؟ افشنسي كلاسز. كويس؟ الان اللي هو الالجوريزم عندي زي بالظبط اللينير سيرش هنا، لو انا بعت له مليون اليمنت النمبر اوف اوبريشن بتاعته قد ايه؟ مليون. طب هل ده كويس؟ لا مش كويس طبعا، صح؟ طيب اللوج لينير، اللوج لينير ان لوج ان، هتقول لي في اوبريشن بتطلع كده؟ اه بتطلع كده. هتقول لي طب بتطلع ازاي؟ هقول لك هتشوف بقى قدام ازاي تعمل اناليسز، وكل ده على فكره ماثيماتكس، يعني لو واخد بالك ده كله هيطلع ماثيماتيكال او هيطلع بشكل
في رياضيات، في بقى سمشنز، في شغل كتير جدا قدام يعني، اللي هو المسائل اللي بقول لك عليه. فالان لوجن هو انت عندك لوجن كويس، يعني لو عندك هنا مثلا مليون لوج، سوري اللوج البيس 2 مليون، 20 20 في مليون تاني، 20 في الان تاني، رقم وقدره 20 مليون. هتقول لي في حاجه كده، هقول لك في كده برضه. فهتلاقي ان الكلام بقى يعني محترم جدا 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 يعني. طيب يبقى هنا عندك هنا واحد لوج ان وان لوج ان، لو خدت بالك الموضوع عمال ايه يزيد بالظبط. هنا كانت 20، انا ماشي على الرقم مليون، هنا كانت 20، هنا كانت المليون، هنا كانت 20 مليون، طب هنا مليون في مليون يعني مليون اس 2، رقم مقدره مش كده، اللي هي 10 اس 12 باين صح كده. طب والكوبيك ده الكوادراتيك وده الكيوبيك اللي هي ان تكعيب. لو عندك مليون اليمنت، الالجوريزم لما يطلع ان تكعيب ده معناه ان الالجوريزم ايه، تضربه بقى وتديله بالجزمه، ده الالجوريزم مش شغال اصلا، الالجوريزم زباله. هي دي الفكره، انك لما بتعمل ديزاين الالجوريزم بتاعك وتيجي تعمل له اناليسيس، لما يطلع لوجن ده الالجوريزم ظريف جدا، لما يطلع ان يعني كويس، طب لما يطلع ان لوجن كويس برضه مش وحش، طب لما يطلع ان سكوير لا كده بدأ يخش في الحتة بقى اللي هي لا الالجوريزم ده كل ما الرقم بتاع الاليمنتس اللي داخلالي كتر، كل ما كان التايم او النمبر اوف اوبريشن بتاعتي كترت. طب لما يطلع ان كيوب او ان كيوبيك، طبعا نفس الفكرة برضو، الموضوع هيبقى صعب جدا. طب 2 اس ان اللي هي الاكسبوننشال، 2 اس مليون طبعا اكتر من ان، من ان تكعيب، احسبها انت بقى وشوف. طب ان فاكتوريال ده بقى رقم بقى زي ما انت تشوف يعني، رقم طبعا عظيم جدا 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 جدا. يبقى دي الافشنسي كلاسز اللي ممكن نشوفها بعد كده. هنا الصوره دي ظريفه قوي قوي قوي، هنا بيقول لك لو واحد، طبعا واحد على طول نفس الفكره. طب لو لوجن اي نفس الفكره، مثلا ال ان بيكوال 16، ان بيكوال ان 32، هتلاقي في الاخر 5، هتلاقي حاجات بسيطه قوي. هنا ال ان 32، لو خدت بالك مثلا هنا بص عماله بتزيد ازاي، 32 هنا اكبر من 5 اللي هي لوجن مش كده. طب ان لوجن بقت 160، انك ضربت ال 32 فين؟ في 32 تاني صح؟ او ضربت، سوري ضربت ال 5 في 32. طب ان سكوير بقت 1024 صح كده؟ اللي هي 32 في 32 يعني. طب ان تكعيب بقت ب 32768 وهكذا. طب ان فاكتوريال يقول لك حتى دونت اسك، اللي هو ما بتسالش، لان هو رقم اصلا مش موجود، او رقم الكمبيوتر نفسه ما يعرفش ان هو يطلعه، اللي هو اللي هو بيساوي 32 يعني. لا هو هيطلعه عادي، سوري يطلعه عادي مفيش فيه حاجه، بس هياخد وقت كبير جدا جدا. حتى جرب انت كده، حتى جرب لو انت عملت كود، عملت فاكتوريال وعملت ران للكود ده، اعمل ران كده الكود الفاكتوريال ودخل له ان بيساوي مثلا 20، هيقعد مثلا ممكن معاك ثانية واحدة أو حاجة. دخله على السي بلس بلس، حتى هيقول لك كده في الآخر الران تايم أو الـ أو البروجرام ران مثلا في ثانية ومش عارف وكام والكلام ده كله. طب دخله 56، 56 ده يعتبر أقصى رقم يعني، أقصى رقم جربته باين. لا هيقعد معاك مثلا فترة، هيقعد معاك فترة حلوة، 5 6 ثواني كده يعني. طيب لو خدت بالك هنا ده الشكل بتاعه اهو، ال1 ثابت، اللوجن الان، الان لوجن ان سكوير، وان 2 اس ان، وان فاكتوريال هنا كان في ان برضه تكعيب بعد الان سكوير وهكذا. ان فاكتوريال بص الاكسبوننشال ماشي ازاي، او الجروث فانكشن بتاعتها ماشيه ازاي، او ماشي لحد فوق ازاي، مكمله لحد الى ما لا نهايه، قصه كبيره جدا يعني. طيب كده خلاص المحاضره الاولى خلصت. بعد كده بقى هيبدا هو يحدد ايه بقى بيك ثيتا، ايه بيك اوميجا، ايه بيك او، الحاجات دي كلها هيبدا يحددها قدام باذن الله، هنشوفها ان شاء الله بامين المحاضره الجايه او الفيديو الجاي. اتمنى ان انا اكون وضحت الموضوع بشكل يكون كويس الى حد ما. بعد اذنك، بعد اذنك اهتم بمادتك دي كويس قوي، ذاكرها على قد ما تقدر، بعتذر ان انا اتاخرت طبعا. بس يا رب اكون وضحت الموضوع، ويا رب اقدر اكمل الفيديوز لحد الاخر عشان ما بقاش قلت حاجة مش قدها، فأنا أتمنى إن أنا أقدر أكملها بإذن الله. طيب شكرا.